هنعمل النهاردة كفتة الرز بالصلصة مع البطاطس. في الكبة بنحط نص كيلو لحمة مفرومة، معاه كبشة خضرة، شبت بقدونس، كزبرة، معاهم كوباية رز مطحون، ونبدأ نعجن ونحط التوابل بتاعتنا والملح بتاعنا، ونبدأ نصبعها ونقليها في زيت غزير. اول ما تتحمر معانا بنصفيها وناخدها على جنب علشان نحضر صلصه البطاطس. صلصه البطاطس فصين ثوم وبصله مبشوره ومعلقه زيت ومعلقه زبده، ونبدا نشوح فيهم البصل، واول ما ريحتهم تطلع بننزل البطاطس ونحط الصلصه، نديهم تقلبتين، واول ما تغلي نبدا نحط الكفته معاهم وكده نوطي عليهم النار 10 دقايق بالظبط ونطفي، وتتقدم جنب سلطة وبالهنا والشفا.